أول مرة يحدث في مصر هو ما يرتبط بأسعار البنزين. أقول لحضراتكم حاجة، أهل مكة أدرى بشعابها. معانا المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، مرحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا بيك شريف بيه. أهلا بحضرتك، وحضرتك بتتكلم إحنا هنعرض التسعير الجديد، بس حضرتك قول لنا التسعير ده كام وحصل إزاي؟ طب إحنا عارفين إن في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اللي هي متشكلة بناء على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، اللي هي المعنية بتراجع وتحدد ترفع توصيات للمنتجات البترولية في كل 3 شهور. وطبعا اللجنة دي اجتمعت بعد انتهاء شهر مارس سبتمبر الماضي، وأوصت وقررت هذه اللجنة بخفض سعر بيع البنزين بأنواع الثلاثة، بالنسبة لللتر 25 قرش للتر فيما يتعلق بالبنزين 80 والبنزين 92 والبنزين 95، حتى بالنسبة لسعر طن المازوت اللي بيستخدم في الاستخدامات الصناعية تم تخفيضه ب 250 جنيه. فبالتالي احنا بنقول ان اعتبارا من الساعة 12 صباحا غدا، يعني ان شاء الله يبدأ من يوم 12 الساعة بعد، يعني كمان كمان ساعتين الا ربع من دلوقتي. تمام هتبقى الاسعار اللي هي مخفضة، هيتم بيعها في محطات التموين والخدمة. وطبعا احنا بنقول ان في معادلة سعرية دلوقتي محطوطة على اساسها اللجنة بتدرس وتقرر. ايوه احنا عارفين ان هم 3 عوامل بيتم بيهم على اساسهم المراجعة والتوصيات وتحديد السعر ل3 اشهر القادمين. هو سعر خام برنت في السوق العالمي، لان احنا بنستورد جزء من البترول الخام من السوق الخارجي الى الخارجي. فبالتالي كان المتوسط في خلال ال3 اشهر اللي فاتوا كان $62 للبراميل. أي. في نفس الوقت الدولار امام الجنيه المصري حصل فيه انخفاض خلال ال3 اشهر اللي فاتوا، وطبعا حقق متوسط حوالي 16 جنيه و60 قرش. فبالتالي اللجنه وفقا لما هي بتطبقه بالنسبه لاليه التسعير التلقائي، وده حضرتك بيتم بمنتهى الشفافيه، فبالتالي قررت واوصت بخفض سعر البنزينات. لكن بالنسبه وفي بقى العامل الاخر اللي هو حضرتك اللي هي الفيات بتاعت الاعباء التداول والتكاليف الاخرى وزياده السماء والاخر. فبالتالي هذه هي العوامل الثلاثه اللي بيتم اخذها في الحسبان. وطبعا بعد اعتماد الحسابات الختاميه 18-19 اللجنه رات ان التكاليف الثابته دي اللي هي يعني ارتفعت بنسبه قليله، فبالتالي اللجنه قررت الابقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلي زي ما هو. فاحنا بنقول ان لجنه التسعير التلقائي دي مهمه جدا، لانها بتستمر في المتابعه لتطورات اسعار السوق العالميه في سعر الصرف في الاسواق، ملتزمه بتطبيق هذا اليه التسعير كل 3 اشهر، وده حضرتك بيؤدي الى ان يحصل استقرار في السوق ويبقى الجميع عارفين. هل هي دايما مرتبطه بنسبه معينه تقل فيها او تزيد فيها؟ طبعا هو القرار السيد رئيس الوزراء قرر ان اللجنه دي فيما يتعلق اذا كان في زياده ما تزيدش عن 10% في حدود 10% تقل برضك في حدود 10% او يتم تثبيتها. فبالتالي الاليه موجوده وتم تطبيقها بمنتهى الشفافيه، ودي ايضا يعني احنا عايزين نقول بيبقى في رؤيه مستقبليه للجميع، يعني واخد بالك ان كل الناس عارفه هيتم تحديد الاسعار ازاي. زي ما الدنيا كلها معمولة، لكن احنا بنوضح ان هذه الاسعار هي اسعار تكلفة فقط وليس اسعار عالمية. يعني ايه؟ يعني حضرتك احنا بنتحرك في اطار سعر التكلفة فقط، لكن انت لو هتطبق السعر العالمي وفقا للاسعار العالمية سواء كان اسعار المنتجات البترولية نفسها اللي موجودة في السوق العالمي، لا كان هتبقى الاسعار اكتر من كده كتير. احنا كنا بنقول ان الحكومه، انت دلوقتي بتغطي تكلفتك، احنا بنغطي تكلفتنا، فبالتالي المعادله دي بتتيح ان احنا نستمر ان احنا نبيع المنتجات البتروليه بتاعتنا. ودلوقتي الناس اصل دي حاجه كلنا كمجتمع ما عشناهاش قبل كده ابدا، يعني هو دلوقتي اللي هيشوف دلوقتي هيبقى في اهميه لنشر الاقتصاد، يعني دايما بتوع الاقتصاد هم اللي بيصروا على النشر الاقتصاديه، انما دلوقتي انا لما هشوف مثلا انا كمواطن هشوف اخبار اسعار خام برنت ايه
وابقى عارف اداء عملتي ايه، يبقى انا كمان عندي فكره انا متجه لفين. ده اللي حضرتك بتقوله. تمام تمام يا فندم تمام. ودلوقتي برضو عشان نبقى احنا فاهمين، اللجنه دي بتنعقد كل 3 شهور، بتقيم كل 3 شهور. تمام. فانا ممكن ممكن كمان 3 شهور لو فضلت المعطيات دي هي ممكن انزل 10% كمان، او اثبت، او ممكن اثبت، او ازيد، او ازود. تمام يا فندم تمام. انا بس بتاكد من دقه المعلومه يعني. تمام تمام حضرتك مظبوط. فممكن كمان 3 اشهر تفضل زي ما هي او تقل 10% كمان. في حدود 10%. يعني في حدود 10%. ماشي، في حدود 10%. وبرضه يعني زياده في حدود 10%. تمام، يعني حد الاقصى للزياده يبقى 10%. ايوه، حد الاقصى للانخفاض يبقى 10% او يتم التثبيت. ودلوقتي الناس اللي هتدخل تحط البنزين من ال 80 لل 92 لل 95، هتدخل تحطه في المحطة الساعة 12 ودقيقة، اللي هو بعد ساعتين الا ربع بالظبط، بالأسعار اللي على الشاشة دي. طيب، السعر الجديد المخفض اللتر 25 قرش. اللتر 25 قرش. أنا بشكرك شكرا جزيلا. صعبان عليا دلوقتي الناس اللي في البنزينة. في ناس دلوقتي ممكن تبقى واقفة في المحطة أو راكنين بره، استنى بره شوية أو اعمل مشوارك. بس يعني إيه، ما تبوظش حاجه ب 3 4000 جنيه عشان توفر. ما ممكن الواحد بيمشي على الجنط خالص ويحلف التانك فتبوظ ترمبه البنزين. حصلت فيا اكتر من مره على فكره. مره ثانيه زي ما بقول لحضراتكم، بنعيد الارقام بس، انه البنزين ال 80 من 6.75 ل 6.50، من بنزين 92 من 8 جنيه ل 7.75، بنزين 95 من 9 جنيه ل 8.75، المازوت طن المازوت من 4500 جنيه ل 4250 جنيه.